للمزيد من المتابعة حول تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة وأيضا ما يرتبط بتطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نرحب بضيفنا الكريم الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس المحتلة دكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي الإنساني. أهلا بك دكتور منير. أهلا أهلا بحضرتك. مع تطورات الحرب الإسرائيلية بات واضحا للجميع أن هناك انتهاكات بحق القانون الدولي والإنساني وجرائم حرب ارتكبت والثقة بالصوت والصورة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي. هل هذه الجرائم تختلف في توثيقها عن سابقيها في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين كونها موثقة وهناك شهادات يعني لا تخطئها العين؟ بدون شك هذه الجرائم موثقة حتى الآن نعم. بشكل جيد من أطراف مختلفة، ولكن بطبيعة الحال نحن بحاجة إلى المزيد من التوثيق. عندما يتوقف العدوان سيكون هنالك فرصة لتوثيق العديد من المجازر والجرائم التي ربما لم يتسنى للناس توثيقها بشكل قانوني يعني كامل حتى هذه اللحظة. نعم. كما نلاحظ في هذه الأيام كلما ينسحب الجيش الإسرائيلي من موقع معين أو يعيد انتشاره يتكشف عن مجازر لم نكن نعلم عنها، وعن يعني أشخاص قد أعدموا ولم يعلن عن ذلك بشكل من الأشكال. يعني الناس تبدأ أن تكتشف الجرائم وتكتشف الفتن وتكتشف، وكلما يخرج أسير لدى الاحتلال الإسرائيلي أو محتجز حتى لو كان لفترة مؤقتة أيضا نكتشف أنه عذب تعذيبا شديدا. فالشهادات تتوالى والإثباتات لا زالت تصل، ولكن من الواضح أن لدينا في هذه اللحظة ما يكفي من الإثباتات على عدد كبير من الجرائم، ومن أهم الجرائم التي اقترفت ولا زالت تقترف هي جريمة الإبادة الجماعية، وهي أغلظ جريمة من جرائم القانون الدولي. نلاحظ أن الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول قرر أن يعني يتحرك بخطة إبادية مع الشعب الفلسطيني، وهذه الخطة واضحة من خلال يعني حجزه للغذاء والوقود والماء عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدافه لجميع المناطق التي نزح إليها الناس طلبا للأمان. رأينا كيف استهدف المستشفى. دكتور منير، معذرة للمقاطعة فقط لضيق الوقت، ولكن لطالما يعني أشرنا لمثل هذه الانتهاكات على امتداد تاريخ الاحتلال الذي ابتلينا به منذ عقود مضت، لكن يبقى السؤال أنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لها مظلة أقرب ما تكون مظلة حماية دولية في القلب منها الولايات المتحدة الأمريكية. هناك محبطون يتساءلون ما جدوى كل ذلك طالما أنه إسرائيل لن تعاقب بشكل من الأشكال، فإذا كان لحضرتك يعني أن تضيء بعض الأمور كفوائد أو فائدة على المدى البعيد حتى وإن لم تعاقب إسرائيل الآن. نعم، يعني أنا أضم صوتي لصوت المحبطين، مع العلم أنني يعني أعمل في مجال القانون الدولي وأدرسه، وأيضا ناشط في المجتمع المدني الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وممن يسعون إلى إحقاق الحق والعدالة، وممن يطالبون المحكمة الجنائية الدولية مثلا التي لها اختصاص على الأرض الفلسطينية المحتلة أن تتحرك، إلا أنني وكثير من الآخرين في مجال حقوق الإنسان فعلا يصابون بنوع من أنواع الإحباط بسبب تأخر المحاكمات، تأخر المحاسبة. بالأمس هنالك مقرر خاص في من مقررين الأمم المتحدة، وهو المقرر المختص بالحق في السكن. نعم. أصدر على منصة إكس تويتر سابقا بيانا أو يعني منشورا قال فيه بأنه يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يحظى بإفلات من العقاب ومأسس ومنهجي، وانتقد في هذا المنشور محكمة العدل الدولية وتأخرها في المحاسبة، وقال إذا لم تتحرك المحكمة في الوقت المناسب لوقف هذه الإبادة الجماعية والمحاسبة فربما يجب أن يعني نشكل محكمة خاصة في فلسطين. وهذا عمليا هو انتقاد للمحكمة، لأن هذه المحكمة
تأخرت كثيرا. والمشكلة هي المدعي العام كريم خان الذي اتضح من عدد من تحركاته بأنه متحيز مع الاحتلال الإسرائيلي وضد الفلسطينيين، وهذا الأمر يحتاج إلى تحرك سياسي من الدول التي تؤمن بالحق وبالعدل صحيح. أن فعلا تتحرك ضد وضد هذه المحكمة. عموما أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة دكتور منير، ولكن يبقى على الأقل حفظ الحقوق أو توثيقها أمر في غاية الأهمية، لعله تأتي لحظة لاحقا في وقت ما يمكن من خلالها الاستناد عليها في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور منير نسيبة، متحدثا إلينا عبر الهاتف من القدس المحتلة، أستاذ القانون الدولي.